في درسنا اليوم سوف نتحدث عن class slice في اللغة الجافا سكريبت، وأيضا سوف نتحدث عن الميثود add, remove, contains, item, وأيضا الأمر length الذي يتم استخدامه مع الأمر class slice. بالاختصار سوف أعلمكم كيفية تزويد العناصر الـ HTML بكلاسات الاستغراق بها، وأيضا كيفية حذفها وبعض أشياء أخرى. لنفترض ضمن موقعنا يتواجد أحد عناصر الـ HTML، على سبيل المثال عنصر div أو أي عنصر آخر من عناصر الـ HTML، وضمني أرغب على سبيل المثال بأن تمهارت أي شيء، قم بتحديد بنفسك المحتوى. لنفترض أرغب بتزويد العنصر التالي بميزة class، وأيضا أقوم بتزويدها بأسماء كلاسات التي أقوم بتحديدها. سوف أقوم بإضافة ID للعنصر المحدد، لنفترض سوف أسميها content، قم بتحديد بنفسك الاسم ID. ضمن الجافا سكريبت سوف أقوم بتحديد العنصر، إن كنت ترغب بتزويد العنصر بأسماء كلاسات كل ما عليك أن تقوم بوضع النقطة ثم تقوم بتحديد الأمر class list حرف L كبير، ثم تقوم بوضع نقطة، ثم إن كنت ترغب بتزويد العنصر المحدد بأسماء كلاسات تقوم بتحديد الميثود add. ضمن هذه الأقواس تقوم بتحديد أسماء الكلاسات على شكل بيانات من نوع نصي. لنفترض ترغب بإضافة class يسمى على سبيل المثال text. بما أن الأوامر التالية يتم تنفيذها بشكل مباشر الآن، لنشاهد هل سوف يتم إضافة الاسم class الذي قمنا بتحديدها ضمن العنصر المحدد. مثل ما تشاهد قام بإضافتها. إن كنت ترغب بإضافة مزيد من الأسماء كلاسات إلى العنصر المحدد بعدما تقوم بتحديد الاسم class الأول الذي ترغب بتزويدها، قم بوضع فاصلة ثم اسم جديد ضمن اقتباس نصي. على سبيل المثال هذه المرة أرغب بتزويد class يسمى text2، قم بتحديد بنفسك الاسم الكلاس مثل ما تشاهد قام بتزويدها. الآن تعلمت كيفية تزويد العناصر بأسماء كلاس من خلال لغة الجافا سكريبت. سوف أقوم بجعل هذا الجزء كالتعليق لكي لا يتم تنفيذها. لنفترض ضمن العنصر التالي يتواجد ميزة كلاس ويحتوي على أسماء كلاسات. لنفترض أرغب بإنشاء اسم كلاس يسمى div1 وأرغب بإنشاء اسم كلاس آخر على سبيل المثال div2. بالنسبة للميثود contains يتم استخدامه لتحقق إن كان الاسم الكلاس الذي سيقوم بتحديدها يتواجد ضمن العنصر المحدد. في حال كان يتواجد يقوم بإعادة لك true، في حال الاسم الذي قمت بتحديده لا يتواجد ضمن العنصر المحدد يقوم بإعادة لك false. لنفترض أرغب باستخدام الميثود التالي لتحقق إن كان الاسم الكلاس الذي قمت بتحديده يتواجد ضمن العنصر المحدد أو لا. سوف أقوم بتحديد العنصر الذي أرغب بتجربة الأمر class list مع الميثود contains. ضمن هذه الأقواس كل ما علينا نقوم بوضع اقتباس نصي، وضمني نقوم بتحديد الاسم class الذي نرغب بتحقق إن كان العنصر المحدد يملكه أو لا. لنفترض أرغب بوضع الاسم class التالي. الآن في مثال حالي نحن نقول إن كان العنصر المحدد التالي يملك اسم class باسم الذي قمنا بتحديدها نرغب بإعادة لنا true. قد تلاحظ أن الميثود التالي يكون من نوع return، فهذا يعني يقوم بإعادة لنا القيمة. القيمة لنفترض أرغب بتخزينها ضمن variable، لنفترض أرغب بتسمية الاسم variable على سبيل المثال is contains يساوي القيمة التي يقوم بإعادة لنا الأمر التالي، وأرغب بعرض النتيجة على سبيل المثال عبر العنصر alert. قم بتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بالنتيجة. مثل ما تشاهد قام بإعادة لنا true، لأن بالفعل الاسم الكلاس الذي قمنا بتحديدها يتواجد ضمن العنصر المحدد. إن قمت بتحديد اسم كلاس آخر على سبيل المثال div3، العنصر المحدد في الوقت الحالي لا يملك أي اسم كلاس بالاسم التالي مثل ما تشاهد، لذلك سوف يقوم بإعادة لنا false. إذن هذه هي وظيفة الكلاس list مع الميثود contains. سوف أقوم بجعل هذا الجزء كالتعليق. بالنسبة للميثود remove يتم استخدامه لحذف اسم كلاس أو أكثر من اسم كلاس الذي سأقوم بتحديدها من العنصر المحدد. لنفترض أرغب باستخدام الميثود التالي لحذف
هذا الاسم كلاس من العنصر التالي. كل ما علينا نقوم بتحديد العنصر ونقوم بتزويده ثم نقطة ثم نقوم بتحديد الميثود ريموف. ضمن هذه الأقواس تقوم بتحديد الاسم كلاس الذي ترغب بحذفه من العنصر المحدد. بما أن في مثال حالي أرغب بحذف الاسم كلاس الثاني من العنصر الثاني، إذا نقوم بتحديد ضمن اقتباس النصي الاسم الكلاس الذي نرغب بحذفه. مثل اتجاهات قام بحذفها، إن كنت ترغب بحذف مزيد من أسماء كلاس بدفعة واحدة فعندما تقوم بتحديد الاسم كلاس الأول الذي ترغب بحذفها قم بوضع فاصلة، ثم ضمن اقتباس نصي قم بتحديد الاسم الكلاس الثاني. لنفترض في مثال حالي أرغب بحذف الكلاس الذي يسمى ديف واحد من العنصر المحدد. مثل ما تشاهد قام بحذف الأسماء الكلاس الذي قمت بتحديدها. طيب لنفترض إذا قمت بوضع هنا اسم كلاس غير متواجد ضمن العنصر المحدد، ماذا سوف يحدث؟ مثل ما تشاهد فقط سوف يقوم بحذف الاسماء الكلاس الذي سقوم بتحديده في حال كان يتواجد ضمن العنصر المحدد. يمكنك أن تقوم باستخدام جملة شرطية مع الميثود التالي لتحقق إن كان الاسم الكلاس الذي سقوم بتحديده يتواجد أو لا. في حال كان يتواجد، إن كنت ترغب بحذف الاسم كلاس يمكنك أن تقوم باستخدام الطريقة التالية وتقوم بتحديد الاسم كلاس الذي يتواجد وترغب بحذفها. بالنسبة للميثود item يتم استخدامه لمعرفة أي اسم كلاس يتواجد في التمركز الذي تقوم بتحديدها. لنفترض أرغب بمعرفة الاسم كلاس الذي يتواجد في التمركز أول ضمن العنصر المحدد. كل ما علينا نقوم بتحديد العنصر ثم نقوم بتزويد الأمر كلاس لايس ثم نقطة ثم نقوم بتحديد الميثود. في هذه المرة نرغب بتحديد الميثود الذي يسمى item. ضمن هذه الأقواس كل ما علينا نقوم بتحديد تمركز الكلاس الذي نرغب بمعرفة اسمها. الميثود التالي عندما تقوم بتحديد التمركز يبدأ العدد من الصفر وليس واحد، فهذا يعني إن كنت ترغب بمعرفة الاسم الكلاس الذي يتواجد في التمركز الأول قم بوضع الصفر. طبعا هذا الميثود أيضا يكون من نوع ريتون، فهذا يعني يقوم بعرض لك البيانات. لنفترض أرغب بعرض البيانات عبر العنصر alert مباشرة. قم بتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بالبيانات التي يقوم بعدتك. مثل ما تشاهد، طيب إذا قمت بوضع هنا 3 سوف يقوم بإعادة لك النود. فهذا يعني عندما ترغب بمعرفة اسم الكلاس الذي يتواجد ضمن التمركز الذي تقوم بتحديدها والتمركز الذي تقوم بتحديدها بسبب عدم وجود الاسم الكلاس في ذلك التمركز سوف يقوم بإعادة لك النود. بالنسبة للأمر links يتم استخدامه لمعرفة عدد أسماء كلاسات متواجد ضمن العنصر المحدد. سوف أقوم بجعل هذا الجزء كتعليق، سوف أقوم بنسخ هذا الجزء. طبعا هذا الأمر أيضا يقوم بعرض لك البيانات، فهذا يعني يمكنك أن تقوم بتخزين بيانات ضمن أحد أسماء فريابل أو تقوم بعرضها مثل ما ترغب بها. لنشاهد النتيجة. مثل ما تشاهد يقول يتواجد 2 أسماء كلاسات ضمن العنصر المحدد، وهي بالفعل يتواجد 2 أسماء كلاسات، يقوم بالعد من الواحد بدل الصفر. ركز على هذا الجزء أيضا. سوف يقول بعد منكم أستاذ هل يمكنك أن تقدم لنا مثال لاستخدام حذف الكلاس أو إضافة كلاس؟ نعم بالفعل سوف أقدم لكم أسهل مثال في CSS. لنفترض في CSS يمكنك أن تقوم بتحديد أسماء كلاسات لتصميمها. لنفترض أرغب بتحديد اسم كلاس يسمى text. لتحديد الكلاسات نقوم بوضع النقطة ثم الاسم كلاس في CSS ثم نقوم بإنشاء الأقواس وضمن نقوم بتحديد الخصائص CSS الذي نرغب بتزويده للاسم التالي. الاسم التالي غير موجود، ولكن نحن نقول إن كان أحد عناصر يملك الاسم الكلاس التالي نرغب بأن نقوم بإضافة الخصائص الذي نقوم بوضعها هنا. لنفترض أرغب بإضافة خلفية باللون التالي وأرغب على سبيل المثال بجعل اللون الخط باللون الأبيض، وأرغب أيضا بإضافة هذه الخاصية من خصائص CSS. سوف يكون النتيجة بشكل التالي، لم يحدث أي شيء. لنفترض أرغب بتزويد العنصر المحدد بالاسم الكلاس التالي، لنقوم بتزويدها. شاهد ماذا سوف يحدث. مثل ما تشاهد لنفترض العنصر التالي
يملك ذلك الاسم كلاس. سوف أقوم بجعل هذا الجزء كتاريخ. سوف يكون النتيجة بشكل التالي: لنفترض أرغب باستخدام الجافا سكريبت لحذف ذلك الاسم كلاس من العنصر لكي يتم حذف الخصائص CSS منها. قم بتحديد بنفسك ماذا ترغب بأن يتم تنفيذ الأوامر التالية. أنا فقط أعطيكم مثال في الدرس اليوم وظائف العناصر التي نقوم بشرحها. لنفترض ضمن موقعنا يتواجد زر أو أي عنصر آخر أرغب عندما يتم نقر عليه بالتنفيذ الأوامر التي سأقوم بتحديدها. سوف أقوم بضغط ID، سوف أسمي على سبيل المثال بوتون واحد. قم بتحديد بنفسك الاسم الاي دي، سوف أقوم بتحديدها وسوف أقوم بتزويده بالإيفنت أون كليك عند النقر. قم بتحديد بنفسك كيفية تزويد العنصر بالإيفنت. هناك أكثر من طريقة شرحت لكم في الدروس السابقة. سوف أقوم بتحديد العنصر الذي أرغب بحذف الاسم كلاس منها وأقوم بتحديد الميثود ريموف وأقوم بتحديد ضمن اقتباس نصي الاسم كلاس الذي نرغب بحذفها. في مثال حالي نرغب بحذف كلاس يسمى تكست. لنشاهد ماذا سوف يحدث. زالت لدينا خطأ. لنشاهد ما هو الخطأ الذي قمنا بارتكابها. أون كليك أوف نور. هناك خطأ ما قمنا بارتكابها هو اسم الايدي، قمت بتسميته بوتن واحد لذلك زالت لدينا خطأ. مثل ما تشاهد. إذا كنت ما زلت لست مشتركا في قناتنا قم بالضغط على زر الاشتراك وقم بتشغيل زر الجرس ولا تنسى إعجاب الفيديو وإضافة دائما تعليقات جميلة على الفيديو لكي يصلك أفضل الدروس لتعلم البرمجة مجانا. أتمنى لكم التوفيق ونراكم في الدرس القادم لكي نتعلم أشياء جديدة.